مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا بيت القصيد. مرة أخرى إلى جمهورية مصر العربية، مصر القصيدة السامية، القصيدة الخالدة، القصيدة التي لا يمكن لها أن تندثر، هي الأدب المتجدد في نفوس أبنائها الواعدين المتشوفين مستقبلا يليق بهم وبأدبهم وبأقلامهم، السيالة أملا ومجدا وسعادة منتظرة. ومن هؤلاء الواقفين على خدمة الأدب ويتطلع إلى مشروع يبنيه خطوة خطوة، شاعر درج على حب الشعر وتفوق كثيرا وله من الجوائز ما ينبغي أن يحدثكم هو عنها. من جمهورية مصر العربية معنا عبر الإنترنت الشاعر جعفر أحمد حمدي. أهلا بك جعفر، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، مساء الخير. أهلا لحضراتكم جميعا، جعفر حمدي من مصر، ممتن في البداية لدعواتكم الكريمة. أنا أتابع هذه القناة، أتابع برنامجكم، وأنا يعني ممتن للغاية لهذه الدعوة الكريمة. شكرا لك جعفر، ونحن سعداء بتشريفك لنا في هذه الحلقة اليوم. بدقيقتين أو لك أن تأخذ الوقت الذي تحب، كلمنا عن جعفر الشاعر، عن الطموح، عن الإنجازات الأدبية، قل ما تحب أن يعرفه المتلقون والمشاهدون عنك، كلنا شوق لهذا الحديث الذي سيكون عذبا ولا شك، تفضل يا جعفر. شكرا، شكرا يا صديقي. جعفر أحمد حمدي يعني شاعر ومسرحي مصري، لي من الدواوين 4 دواوين مطبوعة. نعم. فزت ببعض الجوائز المحلية والإقليمية، منها على سبيل المثال جائزة الشارقة للإبداع عن ديواني الأول كآخر نقطة في البئر، فزت بجائزة سمو المعرفة من المملكة العربية السعودية، كما فزت بالمسابقة الأدبية المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة. نعم. في مصر لي 4 دواوين مطبوعة، ولي مشروع في المسرح الشعري لم يطبع حتى الآن، ولكننا يعني نسير على دربه. الشعر، هذه الورطة التي يحبها الشاعر يا جعفر، هذه المهمة القاسية التي لا تعود عليه إلا بالكثير من المعاناة والألم، فمهما حصد من جوائز أو لاقى من إشادات إلا أن الشعر يرتبط بالشاعر من حيث الحزن والوجع وفكرة الهم الملازم لهذا الشاعر. عن فكرة الشعر في وجدان جعفر حمدي، كلمنا عن فكرته في نفسك. يعني الشعر آخر ما تنقله الرواة معونة للاجئين اليانس. أظن أن هذا الشيء العاجز عن أو المعجز عن التعريف كبير للغاية، نحاول أن نتوصل لماهيته. حاول منذ قرون كثيرة النقاد والشعراء حاولوا أن يصلوا لماهيته، وأظنه متجدد، أظنه أكبر من أن يوضع في تعريف ما. نحاول أن يصير الكون كل أو يصير الكون كله شعريا. بس يعني أنا شخصيا أرى أن مصطلح الجمال نفسه يعني يقترن بالشعر. نعم. إذا كنا شيء ما جميل فهو شعري في الأساس. أحسنت يا جعفر، لكن قد يقول قائل برعت العرب منذ قديم الأزل بقول الشعر ونظمه، ومرت كذلك عصور زاهية ازدهر بها المشهد الشعري وبرع خلالها الكثير من الشعراء الذين لمعت أسماؤهم على جدار العربية وخطت بحبر من نور. إذا ما قال أحدهم ما الجديد الذي سيضيفه أبناء هذا الزمان طالما أننا نمتلك كل هذا الموروث الأدبي والشعري؟ يعني سؤال جيد ونتعرض له كثيرا. نعم. أنا أرى أن الشعر متجدد بصورة أو بأخرى. الشعر لا يمكن أن ينضب. أختلف تماما مع الذي يقولون بأننا نعيش في زمن الرواية. دعوا
حتى في الدراسات النقدية نعم الذين يتعاملون مع الرواية يتعاملون في شعرية السرد. فعلا أقصى ما يمكن أن يبرع كاتب في الرواية أن يصل لشعرية السرد. يا سلام إذن فالأمر منتهاه الشعر، مبدأه الشعر ومنتهاه الشعر. الشعر أظنه هو الشيء الأساس الذي يعني الحاكم لكل هذه الصور، لكل هذه الأنواع الأدبية. يعني حتى في القصة القصيرة يقاس جودة القصة من عدمها بشعرية سردها بإيجازها، وهذا كله ما قاله الشاعر. يعني الشاعر حتى في التيارات الحديثة نعم التي تحول أو تسير جنبا إلى جنب مع صحيح القصيدة العمودية، قصيدة النثر مثلا أضافوا لاسم النثر قصيدة. صحيح فأنا أرى أن الشعر متجدد، أرى أن الشعر لا ينضب أبدا، أرى أن الأجناس الأدبية لا تكتمل إلا بالشعر. هو محاولة حياتية للتعايش، الشعر مشروع حياة للشاعر وكذلك للكثير من المتلقين الذين يعجزون عن التعبير فيجدون أن الشاعر يعبر عما خفي في نفوسهم وعجزت ألسنتهم عن البوح به. ومن هذا البوح ما نشتهي أن نسمع منك في هذه الحلقة يا جعفر، أطربنا بشيء من الشعر قبل أن نذهب إلى نقاش آخر. اقرأ علينا ما تحب. نقرأ قصيدة تفضل. بعنوان يعتق الخمر من آلاء صورته. قلب نقي مشى بئرا لوالده، كما تهيأ عصفور لصائده. مشى يقلب كفي شعره فغدا يلوح للشمس إذ تزهو بعائده. وما تهيأ طفل ما لقبلته إلا وأصبح ظلا من فرائده. يا سلام. حتى تأخر قوم حين غايرهم فتى المواجي وانصاعوا لشاربه. ماذا لو الناس ألفت فيض ضحكته ومجدوه أنيسا في تباعده. الطيب الرائق العذب الذي فطنت لحلمه أمة تصغي لصائده. المبتلى بقميص كد من دبر وما تجاسر إذ حنوا لمارده. يشير بالحب طول الوقت فانبجست مليار عين. يا سلام. وذي أسرار سعيده. يخط في ورق الأيام حكمته ويطعم الريح فيضا من موائده. يعتق الخمر من آلاء صورته وينتقي الكرم من أفياء بائده. يوزع الفرح موالا وأغنية فيختبي الحزن دهرا في وسائده. ماذا لو اتضحت هذه الرؤى وطغى مواله الفذ وامتازوا بسائده. ماذا لو الحرب تقصي الراء دندنة. ماذا لو السيف يصدى في مغامده. فلتخبروني عن الأشواق خمر دمي وعن حنين جبال في مراوده. قد صغته رئة يصفو مخربها قلب النقي الذي يندى لوالده. يا سلام يا سلام يا جعفر، هذا القلب الرقيق النقي الذي يحن إلى المورد، يحن إلى سلام إنساني حقيقي. في هذه القصيدة أنت تؤسس لفكرة السلام الإنساني العملي لا القولي فحسب يا جعفر. هل هي مهمة يحملها الشاعر على عاتقه أن ينادي من أجل السلام وبث الطمأنينة في قلوب الناس؟ أظنها المهمة الأولى. يعني الشعر هو المؤنس أو الشيء المحبب إلى القلب، فأظن أن رسالته الأولى هي السلام النفسي، يعني الذي يطبق قولا وعملا. هذه الحروب التي مللناها، حرب الإنسان مع أخيه الإنسان، هذا الوجع المستمر، الدعوة لعودة العصفور إلى العش، الدعوة لاحتضان هذه العصافير في الصباح بدلا من قمصها ببنادق الصيادين، هذه الدعوة النقية الخالية من كل يعني وجع الدخان الذي يملأ الأجواء
وينادي من أجلها الشاعر. حدثني عن النداء الخفي، الإلحاح الباعث الذي حرضك لكتابة هذه القصيدة، ولك أن تقول ما تحب إن أردت أن تعترف بهذا الباعث. أعترف يا صديقي، يعني أردت أعترف. ماذا لو الحرب تكسر رائد الدنيا؟ يعني يا سلام. كنت أسمع على أحد القنوات نعم فتاة صغيرة يعني تبلغ من العمر يعني لا تتجاوز 8 سنوات، كانت يعني خبيرة بأصوات المدافع، كانت تعرف نوع القنبلة التي فجرت نعم من كثرة ما سمعت. يعني تخيل هذه الطفلة التي أصبحت خبيرة بصوت الحرب، يا الله، ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ إنه وجع حقيقي ومحفز على كتابة قصيدة كلها حزن، وتحرض على إعادة اللحمة الإنسانية، وتحاول أن تهز الضمير الإنساني على هذا النائم يستيقظ ويقوم من سباته وينتبه لإنسانيته جيدا. عن فكرة الأمل الذي ينتظره الشاعر، الأمل الذاتي قبل الأمل الذي يريده لمجتمعه، الأمل الذاتي، التجربة الذاتية، الانتشار الذاتي، الإنصاف الذي يبحث عنه الشاعر، متى سيكون هذا الإنصاف يا جعفر؟ هل هو وليد تجربة يعني واشتغال ومران مستمر، أم هو وليد الحظ، أم هو عبارة عن نقطة وصول لابد أن تتحقق يوما ما؟ حسب اعتقادك كيف ترى هذا الإنصاف؟ يعني أنا أظن أن الحظ يلعب دورا مهما ولكنه ليس الدور الأهم. يا سلام. أنا أظن أو أعتقد وأؤمن بأن النص الحقيقي، النص الذي يصل للناس، النص الخالد، هو الذي يمنح كاتبه مكانته. نعم. يمكن أن يمنحه مكانته في حياته، ويمكن أن يمنحه مكانته في بعد مماته ولنا في ابن زريق البغدادي مثلا. نعم. الأمر الآن نتحدث بكل صراحة، مثلا بكل صراحة عن هل جواز مثلا العربية معيار أساسي للحكم على شاعرية فلان من عدمه أم لا؟ وهل هي معيار وحيد أم لا؟ أنا شخصيا أعتبر الجوائز التي نقدم فيها ما هي إلا محاولة للتأكيد أو لتأكيد نفس على أننا نسير على ضرب صحيح. ربما نتعرض لاختبارات الذائقة، نتعرض لاختبارات المزاجية، نتعرض لأمور وأمور وأمور، لكن ما إن تحصل على جائزة فبينك وبين نفسك تشعر بأنك تسير على درب ما، تسير على درب صحيح. أحسنت على الأقل يا جعفر، ونحن كذلك نود أن نسير على درب الصحيح، له علاقة بجديد النصوص، وفي نصوصك الكثير من الجمال والخفة وعلو الكعب كذلك. نريد قصيدة جديدة تطرب بها أسماعنا وتريح بها قلوبنا. إلى قصيدة جديدة يا جعفر، تفضل. ننتقل إلى يعني قصيدة تفعيلية عن المفاتيح التي صدأت بفعل الوقت. في الباص سيدة ترتق حلمها وتزود عن حلم الصغار، عن المحطات التي لم تنتبه لأنينها العربات والطرقات مهدها الحفاة، عن المفاتيح التي صدأت بفعل الوقت ترمقني البنايات الطويلة، قفلها يمتن للتاريخ للوجع الذي تركته آخر لمسة، والقفل قلب غربته الناس. ماذا لو تصالح عاشقان، تصالحا وتعاهدا، هل ينصتان لحكمة الذوبان؟ زقزقة الحنين يمامتين تدبران وسيلة للعيش،
نبرة هائم متصالح، هل ينقذ الأسفلت وردا كان ينبت في الضفاف؟ وهل ستمهلنا النجوع ونخلها المقصوف يهجره السعف؟ يا الله. أحتاج نافذة أطل بها على الوقت المسافات الحيارى، دمعة لم تقترف ذنبا ولم تنجو هنا. أحتاج مشكاة لأدخل في قلوب الناس، تحملني الصبايا في الجرار، تشدني امرأة تصب الشمس في شاي العصاري وسط ضحكة طفلها وأنينه، والشاي صورة جدة لم تتكئ إلا على مقالة الأعراب. يتزاوج الريحان والخد الذي من خمره يتأوه العناب، الماء ينبع من يد يا حسنها، وإن اختفت فمياههن سراب. يا سلام. هذه الجميلة غلقت أبوابها، فمتى تحن لتفتح الأبواب؟ هذه الجميلة شكرا يا غلقت صديقي. أبوابها فمتى تحن لتفتح الأبواب. أحسنت أحسنت يا جعفر. بعد هذه الوجبة الجمالية الدسمة لابد لنا أن نأخذ استراحة قصيرة، وبعدها نعود من أجل أسئلة مختلفة و إلقاء شعري عذب وجميل كما عودتنا. ابقى معنا جعفر. إذا مشاهدينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم معنا عبر الإنترنت من جمهورية مصر العربية الشاعر المصري الشاب الجميل جدا جعفر أحمد حمدي. أهلا بك جعفر مجددا. إذا ما سألتك سؤالا مفاجئا عن القيم الإنسانية التي يجب أن تظل حية وعلينا كشعراء أو على الشعراء ألا يذوبوها، ألا يستبعدوها من نصوصهم الشعرية، أبرز القيم الواجب توفرها دائما وعلى كثير من الشعراء أن ينادوا من أجلها، وحبذا لو ذكرتها سردا ليس شرطا أن تطيل الشرح فيها، تفضل. أظن أن الشعر هو قاموس الحي للقيم التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. جميل. القيم التي تنادي بالحرية، عظيم. القيم التي بالإنسانية في مطلقها، القيم التي تحافظ على أن يكون الإنسان إنسانا. يا سلام. أظن أن لا يمكن أن نموه بعض الأمور لنصل إلى بعض الأمور، لابد أن تكون أو أن يكون الشعر صريحا في هذه النقاط. لحسن حظي أنني ولدت في الجنوب، في الجنوب المصري أو ما تعرفونه باسم الصعيد، الصعيد الذي يحافظ على العادات والمواريث والتقاليد الحية، الإنسان الحقيقي أظنه يعيش هنا في الجنوب يا سلام. ويعيش في البلدان التي نحب، لكن أقصد أنني أشاهد المعاني الحقيقية التي ينبغي أن يتضمنها الشاب تمشي على الأرض. لذلك أحاول أن تكون قصائدي مليئة بهذه المعايير. لا نريد أن نعتبر كلامك عن الجنوب انحيازا له، وإنما هو تمييز إيجابي، وهو من الإيجابية المحببة للنفس حينما نريد أن نعتز بأصولنا وأن نعكس ثقافتنا ونقدمها للآخر كدليل إثبات على أن الإنسان المصري ببساطته بخفته بحفاظه على عاداته السمحة على أخلاقه وتقاليده التي ينبغي أن تظل وتورث من جيل إلى آخر. التشبث بمثل هذه العادات لهو أمر حسن ومحبب إلى النفس يا جعفر. عن فكرة الارتباط بطين الصعيد كلمنا بما يجيش بصدرك وقلبك الآن، ربما
بعض أبناء المدن أحيانا يعيبون على من يسكنون في القرى أو الأرياف، أنتم أبناء ريف وهم لا يعلمون أن كبار الأدباء وربما كبار السياسيين وكبار العلماء والمفكرين أصولهم من قرى ومن مناطق ريفية وربما من الصعيد أيضا، وربما هنا للتأكيد. لهذه يعني في هذه النقطة تحديدا، جميع من يلتمس فينا الخير او يلتمس فينا السير على طريق الشباب الحقيقي ينصحوننا بان نكون في بؤرة الضوء. نعم. يقولون لماذا لا نعيش في العاصمة مثلا؟ لماذا لا نعيش قريبين من الاحداث من المؤتمرات والى اخره يعني. أظن أن الشاعر الحقيقي أو المبدع الحقيقي وإن كان في بيته يصل إلى بؤرة الضوء، هذه نقطة. النقطة الأخرى، لم تعد القرى كسابق عهدي. أنا الآن أجلس في قرية في جنوب مصر في صعيدها ويشاهدني الناس على التلفاز. جميل جميل يا جعفر. قبل ربما كانت القرى مغلقة، كانت القرى ضيقة على ناسها، لكن الآن مع الانفتاح الحداثي ومع الانفتاح التكنولوجي أجلس في قرية، لو نظرت من شباك بيتنا لرأيت النخلة ورأيت النيلة ورأيت بنفسي. إلى قصيدة جديدة يا جعفر وموضوع مختلف وأداء من المؤكد أنه سيكون مختلفا هذه المرة، لا يختلف روعة عما سبق ولكن ربما فيه دهشة جديدة وهذا متوقع، تفضل. شكرا شكرا يا صديق. هل غادر الشعراء؟ قلت فربما سم الخياط يكون فيه المخرج، أو ربما من سورة القدماء تفتتح البلاد فيستقيم الأعوج. للناس معركة الصحون فريضة، ولي المداخل وقتما لا تولج. للعقل تنوير الذين تحملوا مر الضغوط، فهل نطوف ونعرج. والتين والزيتون والبلد الذي فيه الصغار مشاعر تتوهج. أقسمت قالوا للحنين منافذ طوافة للحالمين ستفرج. أقسمت قالوا من جديد. أقسمت قالوا للحنين منافذ طوافة للحالمين ستفرج. يا سلام عليك. فعلى ضفاف النهر نخل ساجد، وعلى الجبين وداعة تتفرج. وعلى الطريق تحية حيرة بقلب مرهف ومغاير تتدحرج. للآكلين القهر في كل الموائد منحة، وبكى البلاد يسحج. قالت لي السكين ساعة صفوة، ما بال ضحكة ساعدي تتغنج. أطعمتها حر الدماء بكيتها، من يومها ودم العروق مثلج. بادلتها قلبي وقلت لعلها بيد المحبة يا رفاق ستنسج. وبمنهجية قاتل متسامح كره القتال، فهل يصاب المنهج؟ للشارع المنسي ذاكرة وقلب ناضج، للوقت عقل أعرج. للشارع المنسي من جديد يا جعفر. للشارع المنسي تفضل. للشارع المنسي ذاكرة وقلب ناضج، للوقت عقل أعرج. هل يستوي البحران؟ قلت وكيف شبه خامل بالناس حين توحد. يا سلام. أن أسير على المياه قداسة، قلبي بسر وداعتين سيسرج. أولاهما التحنان طوف خافقي، ثانيهما بالصدق دوما ألهج. فأنا الشوارع حينما تنسونها، ودمي بفيض العارفين.
مدجج. يا سلام يا سلام يا سلام، ما أجملك يا جعفر. هذه القصيدة تشبه المشي حافيا على الأشواك، هل قدر الشعراء دائما أن ينزفوا؟ لماذا هذا النزف المستمر؟ لماذا هذا العقد الأبدي مع الحزن يا جعفر ما بينكم كشعراء وبين الأحزان التي تعيشونها؟ يعني نكتب لنحقق أمالي، نكتب لنحقق أمالنا، وأظن أن آمالنا في آلامي. يا سلام، يعني لا يمكن أن نكتب أو أن تخرج قصيدة صادقة دون مآلم. النفس المرفهة لا يمكن لها أن تعكس أحوال الناس، لا يمكن لها أن تنجح بوصف معاناة وعذابات الناس. على الشاعر أن يعيش هذا الهم، هذه المعاناة، حتى ينجح بوصفها تماما ويكون متحدثا رسميا بلسان أهلها. طيب الآن يا جعفر سأطرح عليك، إلا إذا كان عندك إضافة، سأطرح عليك خمسة مفردات، سأطرح عليك خمسة مفردات، ومن ثم تعطيني تعريفا شخصيا، تعريفا يمثل جعفر، بعيدا عن التعريفات التي يتداولها العامة ويعرفها الجميع. أريد التعريف الشخصي الذي يمثل جعفر عن هذه المفردة. اتفقنا إذن. المفردة الأولى وأريد تعريفا شخصيا عنها، الصمت. أول تعريف، عرف الصمت من داخلك. الصمت، ما الذي يعنيه الصمت لجعفر؟ يعني الصمت عند جعفر هو محاولة للفهم. الصمت محاولة للفهم، جميل جدا. صوت خرير الماء، صوت الحياة، صوت الحياة. عقارب الساعة، الصناعة، عقارب الساعة. أقرب، عقارب الساعة، عقارب الساعة، ما الذي تعنيه لجعفر؟ العقارب، عقارب الساعة، ساعة الحائط أو ساعة الزمن، الله. سميها ما شئت. أيامنا التي نراها. والله المقبرة، الحقيقة، المقبرة تمثل الحقيقة عندك، حقيقة هي الخط الفاصل ما بين الحياة المؤقتة والحياة الملكوتية الأبدية. أحسنت يا جعفر. وإلى المفردة الأخيرة، البوح. التحليل، لا أظن أن البوح هو مجرد الكلام أو مجرد التعبير. أظن أن البوح والتحليل أن تحلق بما تريد أن تقول. يا سلام، البوح هو التحليق، أن تحلق بما تود أن تقوله، وأن تحلق أكثر في أرواح من يؤمنون بقولك ويجدون قولك يمثلهم ويحمل همومهم ويحاول أن يخفف عنهم، أن يفتح أمامهم أبوابا من الأمل حتى وإن كانوا يعيشون حياة قاسية. أحسنت يا جعفر. سنواصل هذا النقاش العذب وهذه القصائد الجميلة الراقية، ولكن بعد فاصل قصير أعزائنا المشاهدين، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل ونواصل. حياكم الله أعزائنا المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، وبالعودة إلى ضيفنا من مصر الشاعر العزيز جعفر. إلى الشعر مجددا ودون مقدمات، اقرأ ما تحب، تفضل يا جعفر. تقسو فتضحكهم، تقسو فتضحكهم، آه فلو عرفوا كم تدمع عينك ما ركوا وما ضح. هذا الوحيد مشى بالنهر مؤتنسا، إن حط في الماء لم يحفل به السمك، وإن أشار إلى الغيمات
ظن به بعض الجنون وغاد الغيم والفلك مستمسكون بما يلقيه أشرعة بها نطوف على نور ونمتلئ لو قورنت بجمال رغم حنكته يمشي الجمال على ساق ويرتبك أيا شبيه الذي اغتيلت جوارحه ويا سمي الذي في دربه سلك لم نكترث بحياة أنت تاركها ملك كثير ولكن وحدك الملك. يا سلام. شكرا. يا سلام ما أجملك يا جعفر. جعفر هذه القصيدة ربما تقودني إلى سؤال مختلف ألا وهو القصيدة التي تستأهل وتستحق الخلود من وجهة نظرك. يعني هناك الكثير من القصائد التي يعني مرت علينا وعلى جمهور الشعر وعلى جمهور القراءة بشكل عام ولخلودها أسبابها التي جعلتها تخلد في وجدان الناس وتحافظ على وجودها وأن تظل أعمارا وقرونا متعددة. من وجهة نظر جعفر حمدي في زماننا القصيدة التي تستحق الخلود حدثنا عنها، ماهيتها، شكلها، الحيثيات التي ينبغي أن تتضمنها هذه القصيدة حتى تخلد وتستمر ولا تندثر. يعني في زماننا القصيدة التي تستحق الخلود هي القصيدة التي لم تكتب. أظن أن كل شاعر يعرف في دواخله أن قصيدة ما لم تكتب حتى الآن. ومن وجهة نظري ربما يكتب الشاعر هذا قصيدة واثنين وثلاثة أو ممكن أن يكتب ديوانا كاملا باعتبار أن هذا الديوان هو القصيدة التي ينبغي أن تكتب. القصيدة الصادقة، القصيدة الحقيقية الحية التي يعني التي تفتح باب التأويل وباب الدخول إلى دواخل الناس. رومان بارت مثلا قسم النصوص تقسيمة باعتبارها مثلا نص مفتوح القراءة مفتوح التأويل، نص مفتوح القراءة مغلق التأويل، مغلق القراءة مفتوح التأويل، مغلق القراءة مغلق التأويل. قسم النصوص إلى هذه الأربعة. نعم. أظن القصيدة التي تستحق الخلود هي القصيدة مفتوحة القراءة مفتوحة التأويل. يا سلام. التي يقرأها جعفر بصورة ما، يقرأها مصطفى مطر بصورة ما، يقرأها الناس بصورة وأخرى وأخرى وأخرى. هذه هي القصيدة التي ستخلد. مع ذلك هناك قصائد كثيرة خلدتها الصدفة. هذا كلام خطير يا جعفر، لا نريد أن نطرح أمثلة لكن هذا كلام خطير ومع ذلك أنا أعضده وأؤكده. فعلا هناك الكثير من القصائد خلدتها الصدفة وربما دعني أسوق لك مثالا القصيدة التي يقال إنها للأصمعي وأظن الأصمعي منها براء وهي صوته صفير البلبلي وكثير أو كثيرون قالوا إنها منسوبة للأصمعي وليست من أشعاره. الآن يا جعفر إلى حديث ربما يكون مختلفا نوعا ما، تكثر يعني أسلوبية الذاتية في الشعر المعاصر، تجد أن الشاعر يقدم ذاته دائما في القصيدة وربما ينحرف كثيرا عن أن يكون لسان حال مجتمعه، أم أن الذاتية باعتقادك هي جزء من معاناة أبناء المجتمع وممكن أن يعني تسقط تجربة الشعر وذاتيته التي يقدمها في قصيدة ممكن إسقاطها على واقع المجتمع، أم أنك ترى أن الكتابة للمجتمع تختلف عن الذاتية؟ يعني إن كنت أرى أن الكتابة عن المجتمع تختلف عن الذاتية فأنا أرى أن هناك أو أنني أؤمن بأن الناس تقول يعني الناس تقول بأن الشعر يعيش في برج عادي بعيد عن الناس. لا هذا يعني غير صحيح تماما. لا يمكن ان ينفصل الشاعر عن المجتمع الذي يعيش فيه. أحسنت. عن البيئة التي يعيش فيها. لكن قد يعني تطغى ذاتية شاعر ما على قضية ما
فتاخد بصوره غير او بصوره غير حقيقيه. لكن اذا كتب الشاعر ذاته لا يعني بالضروره انه منفصل عن مجتمعه وقضاياه. ابدا ابدا ابدا، يعني يكتب الشاعر عن ذاته بصفته مجتمع. احسنت، ولانه جزء من هذا المجتمع، ولانه جزء من هذه القضايا، ولانه جزء من هذه الاوجاع حينما يكتب ذاته. اقصد ان الشاعر يكتب عن ذاته بصفته مشارك في هذا المجتمع، وقد يكتب عن ذاته بصفته مجتمعا. يا سلام انفراده. يا سلام يا سلام. أعطنا قصيدة جديدة يا جعفر، تفضل، نريد أن نسمع منك قصيدة مختلفة هذه المرة. لو كنت ماء. ذات صبح تعلق مني على جذعها بعض ماء، وكان الندى الحر منتشيا يا صديقي، ففكرت لو كنت ماء. يا سلام. ففكرت لو أنني كنت ماء، يقرب هذه المسافات يملأ دلو السنين العجاب، يقرب من شرفها رمل روحي ويسكنه ساقها المتلألئة. يا ليتني كنت ماء تنزل من فوق خصر الزمان المكبل، ينعش يصير الذي يرغب الكل فيه، على هاجس أتمشى فيشربني النخل، آخذ من نبته كيف أعلو، أناغش هذا السحاب البهية وأسكن في قلبه، ثم أنزل في ساحة لم يزرها الخضار فتشربني كل هذه الديار. يا سلام. أفكر في ظامئ مستباح ولم يروه الحب، في امرأة تخلط اللبن الدافئ الحر بي، وفي صبية يستحمون في ليلة العيد، في شارع غلقته الحجارة أركض في اليم أهدم هذه الحجارة، أرسمني في جدار المدينة رمز الذي أيقنته البلاد، ورمز الذي ذوقته الشوارع طعم المحبة في نبضه. يا سلام. يضحك البحر تسأل هذه الفتاة لماذا، وللآن تسألني وهي تعرف أن الذي يضحك البحر أن انتشيت وأني ترفقت حين تدلت، لذا يضحك البحر يا أصدقاء. ولو أنني كنت ماء تنزل من فوق جسم حبيبين في ساحة للأوليمب، الرخام تعشق في بعضه واليمام على كتف من عقيق يغني، فلا حاجز سوف يفصل، لا رغبة سوف تمنع، لا شيء لا شيء غير الذي سوف يمنعه الماء من أحجيات سكارى، وكنت البخار أحيطهما يشهقان، ولا شيء يوقف هذا المدى. ولو هب ليل وكان المجال المحيط بنا شاعريا، لكنت على شفة من بنفسجة، كنت على جانب النهر أعكس للجالسين الذي يرغبون، وأمسح عن كاهل الوقت هذا العناء، ألملمني من على جبهة شقق العمر وجهتها، ثم أسكن في جرة في الطريق وفي واحة ليس يسكن في ضفتيها الطغاة، وفي آخر الأمر يا سلام أتركني البخار سيحملني للبعيد. البخار سيحملني للبعيد. يا سلام يا سلام عليك يا جعفر، لا فض فوك ولا عاش شانئوك أيها الشاعر الجميل حقا. جعفر، الآن سأدخل أنا وأنت إلى حقل الألغام وأرجو أن نخرج منه سالمين، ما رأيك؟ هل نذهب إلى حقل الألغام هذا أو أن نكف عنه؟ طالما سأدخله معك فسنخرج سالمين. يا سلام، ما أحظني بك وما أجملني بك، وأنت المؤنس والشاعر العذب وكذلك صاحب الإجابات الذكية بصراحة. وبعيدا عن مواد ومستحضرات التجميل، أكثر ما يزعجك في مواقع التواصل الاجتماعي يا جعفر؟ أجب بدون تفكير مباشرة. لا
كشاعر ومتابع، أكثر ما يزعجك في مواقع التواصل؟ الفلاتر، وليست التي توضع على الصور ولكن التي توضع على الكلمات. يا سلام، أكثر ما يزعجني كشاعر أن أرى كلمات غير التي أعني، كلمات عفوية، كلمات تعبر عن أصحابها دون مبالغة بتنميقها وتجميلها وتزييفها. أنت تتحدث عن من يبالغون فيزيفون الكلمات وهم بأرض الواقع مختلفون تماما عن الصورة التي يروجون، شتان ما بين واقعهم وما بين مواقعهم الافتراضية. أحسنت يا جعفر. إلى عكس هذا السؤال، حظوة أو فرصة أو ميزة وجدتها عالية القيمة وأضافتها مواقع التواصل للشعر وجمهور القراء؟ يعني كنا نتحدث منذ قليل عن الريف والمدينة. نعم. الوسيلة أو الميزة التي أراها في التواصل الاجتماعي هي ما تجعلنا الآن نكتب القصائد فيقرأها من هو في بلاد الرافدين، يقرأها من هو في فلسطين، يا سلام، يقرأها من هو في جميع البلاد. أصبح العالم قرية صغيرة. العالم قرية صغيرة بالفعل، أصبح وسائل التواصل الاجتماعي دائما، أو أنا أعتز أو بمقولة إن أحد الناس يقول وسائل التواصل الاجتماعي هي الجريدة التي تقرأ. أحسنت. أنت من يصنع أخبارك، أنت المتحكم في صفحتها الرئيسية. أحسنت يا جعفر. الوقت مر سريعا معك يا جعفر ولم يبقى إلا القليل منه، ونريد أن نغتنمه بقصيدة تكون مسك ختام لهذه الحلقة. اقرأ علينا القصيدة التي تود أن تختم بها هذه الحلقة من بيت القصيدة. تفضل يا جعفر. نستنبت الطيف لا نسعى إلى النبأ، فربما روي العطشان بالظمأ. تمشي بنا الريح لا نعبأ بخيبتنا، كأننا السر في جمع من الملأ. شئنا الحياة كمنجات تشوقنا، لكنها رفضت آه ولن تشهي. مهدتها قبلا يرتاع قاصدها، أعددت من شوكها يا ناس متكئي. أفوض الكون كيف الكون يتركنا مقيدين، فلم نسلم من الخطأ. نفلسف اللا شعور الحر في لغة بساعد من يقين الصخر مهترئي. بجملة لم تكن إلا بنزف يد نزيفها خبر يسعى لمبتدئ. هذه خطانا ظنناها مرفهة، يا سلام، معلقة بها للآن لم نطئ. هذه خطانا ظنناها مرفهة، معلقين بها للآن لم نطئ. كأن ما كان من أسرار ضحكتها مكبر الخطو أو مستيئس النبأ. نذوق الناس من أجسادنا ثقة، ونلمح الخبز في ديمومة الكلأ. هذه الحياة التي نقتات واضحة، فكيف يركض من نهوى لمختبأ. مفرغين وفي الأقداح مستتر، إن ينقص الراح نهديه لممتلئ. لعل بالسكر يصحو الكون منتبها، فيهرب الخوف في أقدام مجترئ. فنشعل الحب شمعا للأولى رحلوا مكبرين، فيا نار المدى انطفئي. يظل في بحر أسئلة ممنوعة الصرف لا يرجو إلى سبأ. والنار لم تنطفئ إلا بأحجية غراء واضحة منزوعة الحمل. يا سلام عليك يا جعفر، شكرا جزيلا لك.
ظل أن أسألك رسالتك إلى القصيدة التي لم تأتي بعد، رسالة إليها، ماذا تقول؟ تعالي. أظن أو أطمح ألا تأتي الآن. ربما مع بعض الأمور التي يراها الشاعر أو أراها شخصيا، نعم. لو شعرت بأنني حصلت على القصيدة التي لم تأتي بعد أكتفي، وأنا لا أريد أن أكتفي، أو أريدها أن أتت تأتي بصورة لا أعرف أنها هي، لأكتب غيرها. أنت شاعر يستحق أن يقرأ، يستحق أن يصل إلى مراده وأهدافه وأن يبلغ غايته. جعفر أحمد حمدي من مصر، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في الختام ماذا تود أن تقول؟ في الختام أشكر قناة الرافدين، أشكر أسرة البرنامج، شكرا لك. أشكرك بصفة أساسية وصفة رئيسية، أشكر بلاد الرافدين، أشكر بلادنا في تركيا، أشكر جمهور الشعر العربي، أشكر القصيدة التي جعلتني أمامكم الآن، أشكر الشعر الذي جعل أمي تراني في التلفاز، يا سلام. أشكر الشعر الذي ساهم في صنع جعفر حمدي حتى وإن لم يكتمل، أو حتى وإن كان على طريق اكتماله. أشكر الشعر في الأول والأخير، وأشكركم وأشكر الجمهور، وأتمنى أن أكون ضيفا خفيفا على حضراتي. كنت كذلك وأكثر، جعفر أحمد حمدي الشاعر المصري، نبقى دائما على عهد القصيدة. شكرا لك، وكذلك الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. دائما نلتقي وإياكم على شعر وقصائد عذبة رفقة شعراء مجيدين في الأسبوع المقبل، يتجدد لقاؤنا وإياكم. وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، أنا مصطفى مطر، أحييكم دائما، كونوا في أمان الله، إلى اللقاء.